صواريخ المقاومة هي التي أسمعت العالم أن هناك شعب مقتل ويعاني ويقاوم، هذا هو الصوت الجلي. لكن نتوقع من أمتنا العربية والإسلامية، خاصة من يطبع مع هذا الاعتلال، أن تقطع العلاقات بهذا الاعتلال وعدم الاعتراف بهذا الاعتلال، وترفض أن تبقى على هذه المعاهدات مع هذا الاعتلال. هذه الحكومات العربية لا تمثل الشعوب العربية، ولكن واجب على الشعوب العربية أن تقول لحكومتها في مصر أننا نرفض هذه الاتفاقيات كامب ديفيد وغيرها من هذه الاتفاقيات التي وضعها السادات وأسس لها، حتى امتدت إلى الفلسطينيين باتفاقيات أوسلو وامتدت إلى دول عربية كثيرة، الأردن وغيرها. لا يمكن أن نقبل بهذا، وكل من يقبل ويطبع مع الاحتلال ويعترف بهذا الاحتلال هو الذي يقتلنا. أي حكومة عربية تطبع مع هذا الاحتلال هي التي تقتلنا، وهي التي تعطي الشرعية للاحتلال بقتل الشعب الفلسطيني.